بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جلاري. التوفير هل هلاله من 10 لـ60%. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتوفر، رجع اتوفر تاني. أطقم الجرانيت الكوري تورنادو أو تورنيدو، يعني هنا الـ7 قطع. الـ7 قطع بيبقوا عبارة عن ايه؟ دي حلة كبيرة، وبعدين حلة صغيرة، وهنا حلة عريضة اهي، وقلاية، وبيجي معاها المسكتين السيليكون دول. متوفر منهم طبعا اللون الوردي، اللون البيج في البني، واللون الرصاصي، والسعر كان بـ679 بقى بـ499 ريال. ده الـ7 قطع. بيتحسب قطعة، يعني مثلا 2، 4، 6 والقلاية 7 اهي. مقاس المقلاية او الطاوة 28، ومقاس الحلة العريضة 24، ومقاس الحلة الصغيرة خالص 20، ومقاس الحلة الكبيرة 24. يعني دي مثلا مقاس 24، دي الحلة الكبيرة اهي مقاسها 24، ودي مقاس 20، ودي مقاس 24، ودي مقاس 28. الـ9 قطع من طقم الجرانيت الكوري التورنيدو بيجي 9 قطع، 3 حلل، والحلة العريضة والقلاية. متوفر منهم طبعا نفس الألوان بتاع الـ7 قطع، الوردي والرصاصي والبيج في بني، يعني متوفر منهم 3 ألوان. وده شكلهم على الكرتون. طبعا المقاسات مقاس 20، 24، 28، و24، و28، وبيجي معاهم 2 قطع يد سيليكون. سعرهم كان كام؟ كان 899، اصبحوا بكام؟ 649 ريال. وعن تجربة اليد دي عملية، بس تخلوا بالكم عشان بتسخن جدا، لازم تمسكوها بفوطة مطبخ او بالسيليكون، عشان اليد بتاعتها بتسخن جدا، وانا بصراحة اتحرقت منها قبل كده. هنا ما شاء الله اتوفر الاطقم الستيل التركي 18/10، يعني عندكم 3 أشكال من اطقم الستيل التركي، وهي ايه 10 قطع. في الشكل ده الغطا بتاعه بايركس، وهو 10 قطع ما شاء الله، 5 حلل بالغطيان بتاعتهم يبقوا 10 قطع. وصناعة تركي، والستيل بتاعهم 18/10. طقم قدور تركي ستيل 10 قطع. كان بـ599، اصبحوا بكام؟ بـ469 ريال. ده الشكل ده. الشكل التاني برضو ستيل تركي و18/10 و5 حلل، يعني اللي هم 10 قطع،
وده سعرهم؟ وكل واحد ليه اسم، ده اسمه واسمه، ده اسمه صوفية. كان ب 639، أصبح بكام؟ ب 499 ريال. وده الشكل الثالث برضو، 5 حلل بالغطيان بتاعتهم، يبقى 10 قطع. وده اسمه برضو، كان ب 599، أصبح بكام؟ ب 469 ريال. والغطا بتاعه ستيل ما شاء الله، حلله كبيرة يعني. نشوف أصغر حلة كده، هي أصغر حلة، دي أصغر حلة فيهم، وهي 18 على 10. ستانلس ستيل، ودي الماركة بتاعته، وميدن ان كوريا، ميدن تركيا. نشوف طقم تاني، هو 18 على 10، وميدن ان تركيا، وستانلس ستيل 18 على 10. وده الموديل بتاعه، ناخد دي برضو. ده الغطا البايركس، وفي فتح التهوية، هما التلاتة نفس الشركة بس ايه الموديل يختلف. هنا في مستر كوك، في 5 قطع اهو، من 279 بقى ب 146 ريال. والغطا بتاعه بايركس اهو، وحلتين وقلاية، 146 ريال، وهو صناعة صيني، و18 على 10. توفر من الموديل المومبي ده، والموديل ده الدائري، والغطا بتاعه ستيل، وبنفس السعر، 5 قطع، من ب 149، ده ب 149، لا مش بنفس السعر، اللي هو الغطا الازاز ب 146، والغطا ستيل ب 149 ريال، من 289 ريال. ده بالنسبة للايه، للخمس قطع. هو الستيل بتاعه برضو كويس، هو بس هو صناعة صيني، والستيل بتاعه 18 على 10. مستر كوك هو مومبيه، في مومبيه وفي دائري، ده 9 قطع، يعني فرقها بسيط بين 9 قطع وبين الخمس قطع، يبقى الواحد ياخد 9 قطع، يعني 4 حلل وقلاية، منهم الحلة العريضة دي، من 419 بقى بكام؟ ب 219، يعني خصم 200 ريال. ده بالنسبة للغطاء بايركس. والشكل الثاني من مستر كوك، من 429 بقى ب 229 ريال.
ده بالنسبة لمستر كوك، والستيل بتاعه 18/10. ده التسع قطع شكلهم على الكرتونة، وضمان سنتين من مستر كوك. ده بالنسبة للخمس قطع هنا الحلال اللي هي التركي الستيل 18/10، في حلال فرضان ما شاء الله متوفر مقاسات كبيرة اهي، يعني المقاس ده يعني انا لما لقيتها جديدة قلت اصورها لحضراتكم برضو، هي شكلها مش نازلة في العرض يعني وكده، بس لقيتها ايه جديدة قلت اصورها لحضراتكم اهي تركي، وهي مقاسها 38 × 25 سنتي، تعتبر كام 26.5 لتر، وسعرها 269 ريال. هي سعره 269 ريال، ستيل تركي 18/10. يعني 26.5 لتر ومقاس 38 × 25 سنتي، ما شاء الله كبيرة. دي 20 لتر وصناعة تركي برضو، وسعرها كام؟ 229 ريال، 229 ريال، وهي 20 لتر، مقاس 34 × 23 سنتي. نيجي لدي 10.5 لتر، مقاس 28 سنتي × 18 سنتي، وسعرها 137 ريال، وشكلها من جوه يعني اللي عايز فرداني وحلل كبيرة متوفر. دي 13 لتر، وهي ب163 ريال، مقاس 20 سنتي × 30 في كم؟ مقاس 30 × 20 سنتي، مقاس 30 × 20 سنتي، مقاس 30 × 20 سنتي، كله مكتوب على الكرتون. هنا في أطقم صواني روكي صيني تيفال، ثلاث حبات مقاس 26 و30 و34، من 129 ريال بقوا ب88 ريال. ثلاثة حب دائري تقال ما شاء الله تقال. هنا دول جرانيت بني من 229 بقوا بكام؟ ب149 ريال، مقاس 26 و30 و34 دائريين. هنا طقم صواني فرن دائري ريد فلام، تلاتة حبة 24 و28 و32، من 219 بقوا 179 ريال. هنا مقاس 20، الأول كانت ب49 بقت ب39 ريال، يعني نازل عليها خصم 10 ريال. يعني اللون الرصاصي واللون ايه الوردي، قصدي اللون البني واللون الوردي. طبعا اللون الوردي حلو ومن جوه عشان هو اسود جرانيت، اللون الرصاصي اللون البيج اللون البني ده ومن جوه بيج، من 49 بقى ب39 ريال، بس تقيلة وحلوة. مقاس 22 × 55 بقت ب45 ريال،
ايه مئة ستة وعشرين من 65 بقت ب55، يعني اغلبه نزل عليه عرض 10 ريال. دي مقاس 30 ان شاء الله، مقاس 30 من 79 بقت ب64 ريال، هي نزل عليها خصم بتاع 15 ريال. مقاس 28 من 74 بقت ب69 ريال، جرانيت روكي. طبعا متوفر اللون الوردي واللون البني في بيج من جوه، ومتوفر منه مقاسات يعني. دي تقيلة بصراحة ما شاء الله، وال يعني ايه عميقة، تقيلة وعميقة. من كام؟ من 76 بقت ب56 ريال، مقاس 24. حلوة. في ميزان مطبخ من 199 ده 139 ريال، بيوزن لغايه 20 كيلو. وهنا ده 5 كيلو من 119 ب84 ريال. هنا ميزان مطبخ الكتروني بصحن ابيض، بيوزن لغايه 5 كيلو من 69 بقى ب49 ريال. هنا ده برضو ميزان مطبخ الكتروني ابيض شفاف 5 كيلو من 88 بقى ب64. ده برضو مكتوب شفاف من 69 بقى ب49، 5 كيلو، وفي واحد 8 كيلو. ده باين ما شاء الله كبير، ده بيوزن لغاية 8 كيلو. كلها موازين مطبخ على عرض. دي في ميزان حمام اهو، او ميزان جسمي يعني. ده ميزان شخصي الكتروني ابيض بيوزن لغايه 180 كيلو من 126 بقى ب89 ريال. قوالب كيك من 75 بقى ب56 ريال، مقاس 22. ده موديل تاني من حلل الجرانيت الكوري التورنيدو، برضو 9 قطع من 899 بقى بكام؟ ب649 ريال. ده 9 قطع. ده الموديل التاني اللي هو زيه اللي هو 7 قطع. هنا دول دي قطقم جرانيت فلز تركي 9 قطع برضو، الغطا بايركس، وما شاء الله تقيلة. ده ما شاء الله برضو الحلل بتاعته ما شاء الله تقيلة، وتحس ان هي حجرية كده يعني زي الصخرة كده ما شاء الله. من 659 بقوا بكام؟ ب539 ريال. 4 حلل ما شاء الله، مقاسات ممتازة، والغطا بايركس، توفر من اللون البني واللون ايه الرصاصي، وده اللون البيج، وده اللون الاسود، بس الاسعار طبعا تختلف. ده 9 قطع برضو الغطا بايركس،
من 549 بقى بكام؟ ب 488 ريال.